عفوا الصحفيين باش يسولوا في هذا الاطار ولا في اطارات اخرى. كاين السؤال اللي يطرح واش هذه الحكومه اللي حنا اغلبيه يعني كنساندوها، واش هذه حكومه ليبراليه ولا اجتماعيه؟ لان هذا ورد دابا في النقاشات اللي موجوده حاليا. باش نتفاهموا على الليبراليه، هو التقطير من الفوق، يعني انه تتعطي المقاولات الكبرى الى غير ذلك امتيازات، وهذوك الامتيازات كتعطيها باش يمكن لها انها تتشتغل، وهذاك راه يمكن له انه يعود بالنفع على من هو تحت بالنسبه لهذه المقاولات. هذا هو هذه الليبراليه، هذه الريغانيه. الا تفاهمنا على هذا المفهوم هذا، انا غادي نعطيكم تساؤلات حول الحكومه الحاليه. واش الحكومه ليبراليه وفرضت على الابناك وبنك المغرب وصندوق الايداع والتدبير 45% من الضرائب؟ واش هذه حكومه ليبراليه وفرضت على شركه المحروقات 40% من الضرائب؟ وغادي نرجع لهذا الشيء. واش هذه حكومه ليبراليه ودارت 100 مليار في الصحه والتعليم؟ واش هذه حكومه ليبراليه وعطات لصندوق المقاصه تقريبا 40 مليار ديال الدرهم؟ واش حكومه ليبراليه وزادت في الاجور ب 8 مليار ديال الدرهم؟ واش هذه حكومه ليبراليه ودارت الحوار الاجتماعي، والحوار الاجتماعي القيمه ديالو 9 ديال المليار ديال الدرهم؟ انا لا اظن في تاريخ المغرب، ورجعوا لقاو بان هذه حكومه اجتماعيه بكل المقاييس. هذه حكومة اجتماعية بكل المقاييس، غير العبء الضريبي على الموظفين الصغار تيكلف الحكومة الحالية 2.4 مليار ديال الدرهم. الجفاف كلف الحكومة 10 ديال المليار ديال الدرهم. إلا جمعتي هادشي كلشي، كيفاش غادي يمكن لواحد أي واحد منا بموضوعية يقول لك بأن هذه حكومة ليبرالية؟ هذا السؤال الأول. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.